يا بود، ازيك يا جو؟ ازيك يا عبود؟ مسا مسا، عامل ايه؟ توماس، ازيك يا توماس؟ كاترين، ازيك يا كاترين؟ شكرا يا كاترين. باشا اخويا، بخ اخويا تاني. توماس، قول تماس تاني، قول بحبك يا توماس، بحبك يا توماس، بحبك يا كاترين، بحبك يا كاترين. ايش ايش جو، جيت الكورونا بسببك، انا حبيت الكورونا بسببك. يا ولية حبيت ايه يا ولية؟ الله يسترك. تيست المية، انا بعمل تيست المية والله. تيست المية، انت شايف فرحانة عشان شايفاك. تاكل ايه؟ تاكل سمك؟ ده كاتب يالا، لو يالا اكتبها تاني، معلش عشان اشوفها تاني. استنى بس، استنى عشان الدكتور بيبعت لي، مش عارف يعني. هو انت خدت الزسرون؟ لا يا دكتور، ما خدت، لا ما خدتوش. أحا، طلعش دين أمي. احنا مش لازم كل حاجة نقراها. استنى بس اروح اخد العلاج واجيلك. خليك معايا يا اسطى، خليك لازم بس ناخد العلاج. ما ينفعش تاخد علاج على الهوا، ده غلط. استنى يا اسطى بقى، خدناه وحصل حاجة. حصل حاجة. عصبي قوي الدكتور. ازيك يا نانسي؟ قاعدة ايه؟ الوحدة صعبة والغربة أصعب. يا نانسي خليكي مريحة كده، احنا عندنا اهو. تزعليش يا نانسي، شايف الهدايا يا ابن قلبي؟ شايف يا اسطى، يا ابويا اللي شافها، مش ابويا زرفها في وشي. اخويا كوفيد 20، سلامتك يا اسطى. خد جوستند ايه، كونجستال يا اسطى. ماشي يا عم، كل سنه طيب وانت طيبه. سواء انا ابص على الشغل، ماشي. جو، انا كل اللي حواليا عايشين مرتاحين الا انا. كلهم كلهم، مفيش غيرك. كان في مفكر اسمه مارلو، مارلو ده كان هو رجل دين فرنساوي. مارلو كان مفكر دين فرنساوي. فبعد 25 سنة كده سألوه، قالوا له ايه اللي اتعلمته في الشغلانة الشغلانة الجميلة دي؟ قال لهم ايه بقى؟ قال لهم ان انا كنت فهمت ان الناس مش زي ما هي ظاهره. هو مصدر لك ان هو سعيد، زي ما انا مصدر لك ان انا سعيد والدنيا حلوه وبتاع، وانا مش عارف اي حاجه. بس فيلو انا احب فيلو حلو. انا مصدر لك ان انا سعيد، بس انت مش عارف حاجه، والله العظيم انت مش عارف حاجه. ماشي يا جو، انا اخويا الصغير ولبسني في مصايب كتير وطلع. ما بحب، انا اخو واحد صاحبي سلم اخوه، سلمه والله العظيم ثلاثة، سلمه بس ما سلموش للحكومه، سلمه لابوه. الواد يا باشا، شكرا، حاضر، شكرا. المهم ايه، صاحبي ابوه قفش معاه علبه سجاير كانت ماربورو. الواد يعني الواد كبر فبيشرب سجاير، هو ده غلط، فبيشرب سجاير. اخوه بقى طلع حته الحشيش وقال له بص يا بابا، ده بيبيع، ده معاه حنه.
طبعا العيال الصغير عامل ايه؟ ابوه مسكه فلقه نصين، فمسكه كده راح والله العظيم نصين. قال لي الواد احمد رفع جه سبحان الله، يقول لي بص بص بص، لقيت عدة الحنه دي يا اخويا، بيحط حنه في السجاير. يا احمد حصل ايه؟ قال لي يا اسطى انا لزقني في الحيطه فلقني نصين، يعني جابني كده راح فلقني نصين، وهاتك يا دعك. اكيد مش اوسخ من اللي سلم اخوه، يعني بقول لك سلمه سلمه. ماشي يا اسطى، متابع حوار افلاس البرازيل؟ مفيش حاجه اسمها افلاس، مفيش دوله بتعمل حاجه اسمها افلاس، انت بتتكلم تجاري، مفيش افلاس. هو في حاجه اسمها تاخرت عن ديونها وتخلفت، مفيش يعني ايه افلاس، هنشيلها مثلا بكره. بس خد بالك بقى، اقول لك تركيا عظمه والله العظيم عظمه. بص بص، في ناس استغلت الكورونا صح، يعني الصين البرازيل استغلت الكورونا في تسقيط ديونها، فاهم حاجه؟ احنا بقى عملنا دبل كيك، زودنا ديون. مين عبد الناصر ده؟ رحب بيا، انا جيت اسمي ورده مش دودو. يا ورده العصير، العصير. لا بس عشان ابويا، ايه ده انتوا فاكرين؟ والله كويس، يعني البرازيل تفلس ومصر لسه. والله يا اسطى احنا على الله. ماشي دين دين يا جو، ازاي اتعامل مع الشخصيه الموسوسه؟ يا لهوي الموسوس ده، وظابط في نفس في وظابط في نفسه يعني. يا دي يا احمد، لا لا لا، الموسوس ده النرجسي والموسوس ابعد عنهم. طلعوا عين امك. منور يا جو، الله يستورك، اظبط الاضاءه يا عظمه يا عم. والله هي كده ستر ورضا، والله العظيم. استنى بص، انا عندي شاشة هنا وشاشة هنا والاتنين خربانين. ماشي خفف الاضاءة. استنى بص، بس يا اسطى طلع لي خدود، طلع لي خدود. ماشي ماشي ماشي، انت قمر زيادة النهاردة، ده اقل حاجة عندي. يا وليه يا وليه يا اسطى، ادي الإضاءة شوية. ما انا طفيتها والله، انا طفيتها لك، انا طفيتها لك خالص. الرنج لايت وفرحان بيه، معلش عندي، انا ممكن اطلعه. طلع اختي، طيب يا ابني الفقرية بتنبر غلط. الرينج لايت ده لو باظ انا هعيط، والنبي اظبط حالك. هو بقى مرهق شويه، بص يا اسطى هو بقى مرهق برضو. اصبر يا اسطى اصبر، تعدل كده، الله يسترك. مكان مظبوط يا جدعان، احنا لازم نهبد يا اسطى. اقف يا اسطى، انت كنت كويس، اقطع عليا، اوعى تقف فوق دماغي. انا مريض كورونا، اعطس وش امك اقلبك لمبه او مسمار. شايفني يا اسطى؟ ماشي يا اسطى. دين 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 دين، قول بحبك يا منين وانا عبرتني. ايه يا جو؟ قول لي بحبك يا مون 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 مون، ولا معبر ولا مره عبرت يا مون مون انا بحبك. كوفيد 21، انت جبت 21 دي منين؟ ايش احنا في مزاد، كل سنه وانت طيب يا كورونا. ماشي يا احمد، ماشي يا احمد، تعسل اوي يا احمد، تعسل الفشخ يا احمد. انا ما بحبش اقلش على حد، يلا ما علينا. عدى عدى يا اسطى، اخويا الكوفيد عامل ايه؟ انا كويس يا اسطى. ايوه يابا، الحجر والقلبظه يا عظم. يا ولاد بتنبري على بتنبري غلط. يا جو انا الوحيد اللي في صحابي يا عم، بطل حماسه بقى يا عم. انت الوحيد ليه؟ ليه بتتحمس؟ ليه انت المتحمس اللي فيهم؟ ما بطل حماس يا عم. يا ابني انت مش مطلوب منك تبقى ولا مطلوب منك تبقى مميز. ما اعرفش الناس اللي تقول لك اصل انا نفسي ابقى ليه عايز تبقى مميز؟ طب ما تعيش كده زغلول في الدنيا. طب ما انا عايز زغلول اهو، عادي يا سنين ما انا مميزين. اهدوا يا جدعان. الرنج لايت ده وقعت، انا هعيط والله. الله يسترك. بص يا اسطى الترانس بتاعه قد ايه؟ الترانس قد كده.
كل سنة وانتم طيبين وانتم بصحة وسلامة. قول لي يا وردة تاني عجبتني. جبت المطرية قبل كده؟ رحت. سلم لي على خالتك. حاضر. عايزة حاجة تاني يا ايمان؟ عايزة حاجة تاني؟ انا هسلم لك على خالتي. حاضر. حاضر.